السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في نهايات الدالة اللوغاريتمية. إذا عندنا ليميت ديال إكس أس 3 ناقص إكس الألين ديال إكس عندما يؤول إكس إلى صفر بلس. التعويض المباشر غادي يعطيني إذا صفر ناقص صفر هي صفر بلس مضروبة في الألين ديال صفر بلس، والألين ديال صفر بلس هي ناقص لا نهاية، يعني يجينا صفر في لا نهاية شكل غير محدد. إذا لإزالة الشكل غير المحدد ممكن نعمله ب x. إذا عندنا في هذا التعبير هذا x مور x أس 3 ناقص x، إذا كنعملو ب x تيبقى لنا x مربع ناقص واحد، إذا وهنا x الألين ديال x، x يؤول إلى صفر بلس. إذا لدينا ليميت ديال x ln x x يؤول الى صفر بلس، اذا هذه تساوي صفر، و ليميت ديال x مربع ناقص واحد عندما يؤول x الى زيرو بلس، اذا نعوضنا x بالصفر يجينا صفر ناقص واحد يعني ناقص واحد. اذا النهايه غادي تساوي لنا ناقص واحد مضروبه في الصفر اي تساوي صفر. النهاية الموالية ليميت واحد على إكس زائد واحد زائد الألين ديال واحد زائد إكس عندما يؤول إكس إلى ناقص واحد بلس. إذا أول حاجة كنشوف بأنه عندنا غادي نحسب ليميت ديال واحد زائد إكس في ناقص واحد بلس، إذا لعوضنا غتعطينا واحد ناقص واحد كتعطينا صفر. إذا باش نعرفو الصفر بلس ولا الصفر موا خصني ندير جدول الإشارة. هنا واحد الخطأ شائع، كاين اللي مباشرة ملي كيشوف بلوس هنا كيقول زيرو بلوس هنا، ما عندهاش علاقة. إذا باش نعرفو الزيرو واش عطيني زيرو بلوس ولا زيرو موا كندير واحد الجدول الإشارة في ورقة الوساخ. الإشارة ديال إكس زائد واحد كتنعدم في ناقص واحد، إذا على اليمين كتكون إشارة المعامل ديال أ، يعني هنا زائد وهنا ناقص. إذا إكس تؤول إلى ناقص واحد بلس شنو كتعني؟ يعني إكس تؤول إلى ناقص واحد ولكن على اليمين ناقص واحد، يعني في هذا المكان هذا. إذا عندنا إكس زائد واحد كتكون موجبة، يعني ليميت واحد زائد إكس في ناقص واحد بلس كتكون زيرو بلس، وفي ناقص واحد موا كتكون زيرو موا. إذا التعويض المباشر شنو غادي يعطينا؟ غيعطينا واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني، الالين ديال زيرو بلس هي موال لانفيني، يعني شكل غير محدد. اذا هنا خصني نحيد الشكل غير محدد. اذا اول حاجه ممكن ندير هي تغيير المتغير. اذا نضع اكس زائد تي تساوي او اكس زائد واحد تساوي تي، يعني عندما يؤول x إلى ناقص واحد بلس، إذا عوضنا x بناقص واحد بلس تيؤول إلى صفر بلس. إذا النهاية كترجع لهذا الشكل هذا. إذا عندنا الليميت ديال واحد زائد x أو واحد على x زائد واحد زائد الألان واحد زائد x عندما يؤول x إلى ناقص واحد بلس تساوي الليميت ديال واحد على تي زائد الالين ديال تي. اذا عوضنا اكس زائد واحد بالتي، اذا تي يؤول الى زيرو بلس. اذا هنا غيعطيني شكل كذلك غير محدد، ولكن حنا غادي نعملو بواحد على تي. اذا الليميت واحد على تي، اذا في الحد الاول عملنا بواحد على تي دونك يبقى لينا واحد. في الحد الثاني ما عنديش واحد على تي، اذا عملنا بواحد على تي يعني غادي نضرب في المقلوب ديالها او غنقسم على المقلوب ديالها بحال بحال. اذا خرج عندنا تي ln ديال تي تيؤول الى زيرو بلس. اذا هنا شكل هنا تي ln تي في الصفر، النهايه ديال تي ln تي في الصفر غتمشي للصفر. شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي واحد على
تي يعني واحد على زيرو بلوس اللي هي بلوس لانفيني مضروبة فاش؟ مضروبة في واحد، إذن هي بلوس لانفيني، لأن ليميت ديال تي ln تي زيرو بلوس هي صفر، و ليميت ديال واحد على تي زيرو بلوس هي بلوس لانفيني.